يعني دائما هو العمل مشترك يكون ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. هناك من يدعم عمليات الإعمار في محافظة نينوى وهناك من يقاطع هذه العمليات. نحن كنا داعمين لعمليات الإعمار في محافظة نينوى، دعمنا التخصيصات اللي مرصودة لمحافظة نينوى، دعمنا الحكومة المحلية، حاولنا أن نتواصل مع الحكومة المركزية في تخصيص بعض المبالغ الإضافية لمحافظة نينوى في مجال إذا كان القطاع الصناعي والزراعي والتجاري وكل المفاصل الموجودة في محافظة نينوى. فكان للبرلمان دور كبير في دعم الحكومات المتوالية على محافظة نينوى، وكان لنا دور بارز في عملية إعادة الإعمار في محافظة نينوى. جامعة الموصل هي المنطقة الأكثر دماراً من كل المناطق التي احتلتها العصابات الإرهابية. العصابات الإرهابية احتلت مساحات واسعة. أكثر منطقة دمرتها هذه العصابات هي جامعة الموصل، وطبعا المدينة القديمة بنسبة دمار تجاوزت 83%. أكثر من 150 بناية دمرت بشكل كلي أو جزئي، مختبرات الجامعة كلها فككت وسرقت، سيارات وآليات الجامعة كلها سرقت، في المكتبة المركزية حرق 1,000,000 كتاب ومخطوط نادر. اعتقد الظلاميون أن هذه الجامعة لن تعود، إلا أنها عادت أفضل وأجمل مما كانت. اليوم جامعة الموصل تتبارى عالميا، لها وقع ولها اسم دولي كبير جدا، لدينا اتفاقيات وعلاقات مع كل دول العالم. عادت جامعة الموصل أجمل بكثير مما كانت بهمة كل الغيارة والمحبين، وإن شاء الله تبقى دائما جامعة الموصل وكل بقاع بلدنا الحبيب متألقة. جمجمة العراق، زهرة الرافدين، نينوى الحدباء، مدينة الموصل التي أسرت في لحظة من الزمن من قبل عصابات إجرامية متغطرسة، عصابات ظلام، استطاع أبناء العراق الحبيب تحرير هذه المدينة بجهود خيرة من أبناء مدينة الموصل. استطاعوا أن ينفضوا هذا الغبار وإزالة هذا الإثم الذي أصاب جسد نينوى. اليوم مدينة الموصل أصبحت في مقدمات المدن العراقية في عراقنا الحبيب، وتبقى إن شاء الله المدينة الأولى بكل إعمار وإبنائها وبتطورها. بلدية الموصل دخلت من قبل الدخول إلى مدينة الموصل، كانت الجهد الخدمي الأول الذي يسير مع القوات الأمنية، كانت أول قوة إدارية ترافق القوات الأمنية وتقدم لها تقدم الدعم كذلك الآلي للقوات مكافحة الإرهاب التي دخلت من شرق مدينة الموصل ومن جنوب مدينة الموصل. وكانت بلدية الموصل تفتح الطرق وترفع الأنقاض وتسعف المصابين مع بقية الدوائر، والحمد لله استطعنا أن نعيد المدينة في زمن قياسي. كان يظن العالم أن المدينة لن تعود بعد 20 عاما، حاليا عادت وتتقدم يعني أفضل مما كانت عليه قبل داعش إن شاء الله. بدأنا بتضميد جراح أهلنا في مدينة الموصل، الأيمن سيشمخ من جديد كما كان شامخا عبر التاريخ. حضرنا المؤتمر الخاص بإعمار ما دمره داعش بدخوله إلى مدينة العزيزة محافظة نينوى. الحمد لله مديرية ما محافظة نينوى كانت من الدوائر السباقة في الدخول المدينة مع القوات الأمنية خطوة بخطوة، حيث عملنا منذ اللحظات الأولى على إعادة المشاريع وإعادة الخطوط الناقلة لضمان الماء، إيصال الماء إلى أهلنا في أيام التحرير. نسبة الضرر في مركز المدينة بحدود 90%، سواء المشاريع أو الخطوط الناقلة، حيث استلمنا مشاريع مدمرة، خطوط ناقلة مدمرة، ولكن بجهود الكوادر الهندسية والفنية في محافظة نينوى ودعم الحكومة المحلية استطعنا إعادة المشاريع إلى الخدمة بصورة أفضل من قبل عصابات داعش. ونعاهد هنا بأننا مستمرون من أجل تحسين الخدمة وإيصال الماء حسب توجيهات المحافظة إلى أبعد بقعة في محافظة نينوى. يعني إحنا بالنسبة لنا نفتخر بما قدمته كوادر كهرباء نينوى لأهلها في محافظة نينوى. الضرر اللي لحق في قطاع الكهرباء لا يوازيه ضرر في القطاعات الأخرى أمانة، مع اعتزازنا بكافة القطاعات وما قدموه، ولكن لا يمكن أن نبين ونوضح مدى الجهد التي بذلت من قبل كوادر الكهرباء في ساعتين أو 3 ساعات. عندنا 89 محطة في محافظة نينوى، خلال صفحة داعش تدمرت 61 محطة من هذه المحطات، ناهيك عن آلاف المحولات والأعمدة والقابلوات. فالجهد اللي بذل والخدمة اللي قدموها كوادر توزيع نينوى لا يمكن اختزاله واختصاره بساعات قليلة. كان للشركة العامة للسمنت العراقية معاونية السمنت الشمالية بكل معاملها بصمة في إعمار نينوى
في كل مجال، كل مؤسسة وكل دائرة كانت المادة الأساسية في البناء هي السمنت، علما بأن معاملنا من بعد تحرير محافظة نينوى من بطش داعش اللعين قامت الشركة العامة للسمنت العراقية معاونية السمنت الشمالية بإعادة إعمار المعامل، ومنها معمل سمنت بادوش التوسيع في سنة 2018 من بعد التحرير، وخلال فترة 6 أشهر عاد إلى العمل بإنتاج 3000 طن يوميا. وكذلك من بعدها أيضا قامت المعاونية بإعادة مبنى المعاونية في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر مع إعمار الورشة المركزية وإعادة الإعمار أيضا في معامل الشركة اللي هي في معمل الحدباء اللي حاليا يزود سد الموصل بمادة السمنت المقاوم، وتعتبر شركة السمنت ومعاونيتها في محافظة نينوى الرافد للإعمار. نقول للسيد عبد القادر دخيل كلنا معك كدوائر دولة من أجل النهوض بنينوى ومن أجل النهوض بالعراق، وإن شاء الله الإعمار مستمر.